لا. المهم اللي انا عاوزكم علشانها دي مهمة استنحارية، ها؟ مش اي حد يقول دي. لازم تكون رجالة قلبها ميت، لافة وعارفة الدنيا كويس، لا بقى بيهمها لا قانون ولا حكومة. انا عايزكم يا جماعة تفوتوا في الصخر وتسيحوا الحديد. المهم يعني هتقبضنا؟ عيب عليك، كل واحد يا رجالة ليه ربع جنيه برايز وشلينات لو استنصدتوه ورمتوه بالحجارة، ها؟ أول ما تشوفوا على طول، أنتوا عارفين شكله ولا لأ؟ شعب عليك يا ده رمزي، شاور لنا بس أنت على الضحية وإحنا مش مخلك سلف. هشاور لك يا معلم، أنا عاوزكم بقى تكرتوه على قفاه لحد ما يقيح. زي اللي عملنا فيك أول ما عرفناك. بس احنا دلوقتي بقينا اصحاب وحبايب، صح ولا لا؟ شفتوا بقى انا ازاي بجيب لكم شغل وبظبطكم. يلا بقى، مع السلامه يا رجال، مع الف سلامه، مع السلامه، مع طب مع السلامه يا رجال، مع الف سلامه. ايه ده يا رمزي؟ ايه العيال المتشرده دي؟ لا دول كانوا بيسالوا على تمثال نحو الاميه. لا، ما دام تمثال نحو الاميه بقى لازم يسالوك انت، صح؟ بقول لك يا رمزي روح هات لي سندوتشين بسرعه عشان ما فطرتش. يلا يا عم، تبعت حد غيري يا عم، ما فيش حد غير هنا في المحل ده. يخرب بيتك، انت مش عارف ان ما فيش حد غيرك هنا في المحل؟ مات. ايوه يا ابني، ما فيش غيرك في المحل. روح يلا بسرعه. المحل قفل بتاع السندوتشات. استهبل يالا، انت لحقت تروح؟ روح يا هات السندوتشات يا. وبقى دولا بقى، دولا هو محسن اللي كان متجوز سناء ده، رخم ليه كده؟ انت مالك ومال محسن؟ ومال محسن بالسندوتشات اللي انا بعتك تجيبها؟ هو صحيح دولا محسن ده عايز يرجع سناء تاني ولا ايه؟ انت مالك يا ابني؟ تتكلم في حاجات عائليه زي كده ليه؟ انت مال ايه اللي دخلك في الامور العائليه دي؟ هو انا مش من العيله يا دولا، انا مش ابن عمك. وعشان ابن عمي تبقى من العيله؟ امال. لا يا ابن العيلة حاجة وابن عمي حاجة، انت فاهم غلط خالص. مفيش صلة قرابة بيننا وبينكوا يعني. ازاي يعني؟ يعني ده موضوع هبقى فاهمهولك بعدين. المهم تجري بسرعة دلوقتي تجيب لي السندوتشات. خد وهات لي نفسك سندوتشين كمان يا عم. معقولة يا دولا؟ يا ده عيب يا ده، انت ابن عمي. فتحي، انا عايز اشوف الشقة. شقة؟ شقيت انا؟ مش شقه خالتي؟ لا، شقه خالتك اكيد في السويسيا في بورسعيد على حد ما اعلم يعني. انا طبعا قصدي شقتك انت. بص بنتي مش هتخش على عفش قديم ترميه توزعه، مش مشكلتي. انا هنزل انا وهي بعد ما نشوف الشقه وننقي عفش كده عرايسي. ماشي، الله يكتر خيرك يا طنط. انا مش عارف انت ليه مكلفه نفسك كده. لا احنا هننقي العفش ونجيبه وانت اللي هتدفع. انا اجيب حضرتك تجيبي، المهم ان تجيب واحد صدقيني يعني، مش هتفرق معانا. بس انا الزماره اللخماني. ايه ده ايه يا سناء، انت ما لبستيش لسه؟ الماتش بقى عليه نص ساعه. لا ما انا مش هلعب النهارده. ايه ده، انتوا هتلعبوا؟ لا احنا هنروح نتفرج على ماتش الاهلي والسكه في نادي السكه. على فكره انا اسمع ان استاد نادي السكه مكيف، حتى بالاماره اللعيبه بيبقوا لابسين شورتات ومش بردانين، تلاقيهم متقلين من فوق. انا مش خارجه يعني، مش خارجه. ليه كده يا سناء؟ ابوس ايديكي ما تحطمنيش، انا محتاج لك. انا طول عمري بروح الاستاد وبقعد هناك، انا بشاور بالعلم، وماما قبل ما تعيا كان بتزمر او العكس، وبعد ما عيت ما لقيتش حد يزمر وحد يمسك العلم معايا، انا بقعد ازمر وبشاور بالعلم الاتنين مع بعض. بابا ماما انا مش خارجه معاك يعني، مش خارجه معاك. امال مين اللي هيزمر؟ السلام عليكم. كويس انك انت جيت يا استاذ عادل. يرضيك ان سناء مش عايزه تخرج معايا؟ طبعا يرضيني، برافو عليك يا سناء. شوف يا ابني، بنت الناس لازم تستأذن الاول قبل ما تخرج. برافو عليك. لا ما فيش مشاكل يا سناء، خرجي معايا. حاضر يا ابي. طب اتعلم بقى يا. وعلى كده عشان ما تتضايقش حضرتك، تحب نرجع الساعه كام؟ بص يا سناء، انا مديكي كارت بلانش ترجع زي ما انت عايزه. طب امسح مناخيرك. ضحكت عليك، مفيش اي حاجه في مناخيرك تمسحها. عارف لو عملت كده تاني مش هخليها تخرج معاك. انا بقول لك اهو. اخرج معاه ازاي؟ افرض حصلت مشكله، حصلت خناقه، اعمل ايه وانا ست بطولي؟ بطولك ازاي بس يا سناء؟ ايه المشكله اللي ممكن تحصل يعني؟ وبعدين لو حصلت مشكله انت مش معاك راجل ليه؟ وفي حد تاني خارج معانا ولا ايه؟ لعلمك ده عايز ياخدني معاك عشان لو حصلت مشكله ادافع عنه. لا انا ما بخافش من اي حد يعني، سريع جدا. وبعدين هي مره واحده بس اللي اتسرع مني فيها البنطلون.
وعايز نخرج معاه وكمان في الاستاد ده بيقولك اتسرق منه البنطلون. وايه المشكله يعني؟ ما تلبسيش انت بنطلون وخلاص. كويس قوي يا فتحي ان انت صارحتنا بحكايه البنطلون دي. البنطلون بس يا جماعه مفيش خروج قبل ما تشربوا العصير اللي انا جايباه. ايوه محدش يمد ايده على العصير، انا بقول لكم اهو، لان دي مش هتبقى خروجتكم هتبقى خرجتكم. انا رايي ان انتوا تاخدوا العصير ده تدوه للفريق المنافس بتاعكم. عادل مش هخرج معاه، يعني مش هخرج معايا عادل. بص يا رانيا، انا في موضوع مهم جدا عايز اتكلم معاكي فيه، بس قلقان جدا لان انت بالذات لسانك ما بيقعدش جوه بقك خالص. اخس عليكي يا عادل، اخس عليكي يا عادل، انا لساني ما بيقعدش في بقي؟ حرام عليك يا مفتري، ده انا خزينه اسرار البيت ده كله. ماشي يا خزينه، على الله بس تقولي لحد. محسن طليق سناء جالي وعايز يرجع لها. هايل، الحمد لله يا رب، الحمد لله ان هو حس بغلطته وحس بندم وعايز يرجع لسناء تاني، لان حاجه ايه ده؟ بس ده سناء مخطوبه يا حبيبي. يا سلام، لسه واخده بالك دلوقتي حالا ان سناء مخطوبه؟ وحتى لو ما كانتش مخطوبه انا ما كنتش هرجعها لمحسن، ده ندل وجبان، استحاله ارجعها ليه يعني. ده كفايه كفايه ان هو بهدلها البهدله دي كلها، ان شاء الله حتى تقعد تعنس وما ترجعلوش. ما هو انا ما عنديش مانع خالص ان سناء تعنس، بس على الاقل ما تبقاش العنوس عندي في البيت. بص يا رانيا، انا ما بفكرش في كده، انا بفكر ان فتحي ده لو اتجوز سناء هياخدها ويمشي، يبقى اكيد ان شاء الله مش هتعنس ولا حاجه. ما هو أصلا مش عايزاك تحط أمل كبير قوي على موضوع فتحي، لأنه الحقيقة إن سناء بتعمل فتحي تقريبا وحش جدا لدرجة إنها ساعات بتديله بالجزمة. بالجزمة؟ بص يا حبيبي، أنا عايزاك تروح تكلم فتحي وتقول له إنه هو لازم يسترجل شوية مع سناء، يعني يحسسها برضه إن هو ناشف كده، تحس برجولته، لأنه مهما حصل الست دايما بتبقى حاسة إنها لازم تحس كده إنها ضعيفة قدام الراجل بتاعها. هو ده طبيعي طبعا، لازم الراجل يثبت نفسه طول الوقت قدام الست يعني. تلعبينه ريست؟ ريست إيه عادل؟ بس أقول لك على حاجة يا حبيبي، أنت بكرة تكلم فتحي وتقوله إن هو لازم يسترجل شوية، وأنا سيب لي سنة أنا هتكلم معاها وأقنعها ونخلص بقى. ماشي، سيبك من سناء ومن فتحي ولاعوا الاثنين، تلعبين الريست، لازم احسسك برجولتي طول الوقت. لعبين الريست؟ ماشي عادي، يلا ماشي العابي ريست. انت ماسكه في الطرف. استنى بس ما تحججش. ها حسيت برجولتي؟ اوه كنت عايزني في ايه يا استاذ عادل؟ بص يا فتحي، انا عايزك في موضوع مهم جدا، بس انت ايه اللي شخرمك كده؟ انت رحت الاستاد برضو؟ اكيد رحت ماتش الاهلي ما دام في احمر كده. ده مش من الاهلي ولا من الاستاد، ده انا اتقلبت في الشارع بتاعنا. طب وما كلمتش سناء ليه تيجي تاخد حقك يا عم العنتيل؟ سامل كفايه، روح هات له قهوه بدل المرمطه اللي هو فيها دي. يا دول القهوه دي بتاعت الكبار، انا هروح اجيب له جنزبيل واحاسب رجاله وارجع تاني. خلاص مشي مشي. قول لي بقى، انا عايز اقصد يا فتحي في موضوع موضوع مهم جدا، يعني موضوع مهم جدا مهم جدا. قوله لي على طول وانا هسمع على طول. قول. بص يا فتحي، ايوه، تفتكر ازاي الطريقه بتاعه التعامل بين الراجل والست؟ حاجه بسيطه خالص. بص التعامل يختلف، يعني بص هو الراجل راجل والست ست، يعني ده طريقه وده طريقه، يعني اللي يعجب الراجل ما يعجبش الست، واللي يعجب الست ما يعجبش الراجل، وشقلبها هي هي. ايوه، واغسل يداك قبل الاكل وبعده، وهنيالك فاعل الخير والثواب، والبحر بيجوع. انا تهت مش فاهم حاجه، البحر ايه اللي بيجوع؟ ايوه انت اصلك مش فاهمني، يعني تفتكر ازاي الراجل يعامل الست؟ يعني هل ينفع مثلا الست هي اللي تمشي الراجل يا فتحي؟ لا 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 ماشي يا استاذ عادل، انا اسف، يعني انا ما اقدرش اتدخل يعني بعلاقتك الشخصيه انت ومدام رانيا نهائي، ما اقدرش اتدخل، لو اتدخلت هبقى انا الوحش صدقني، لان هقول حقيقتك كامله ليها، واقول حقيقتها كامله ليك.
صدقني هلخبطكم في بعض وفي الاخر هتزعلوا مني وانا ما بحبش حد يزعل مني. لا 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 انت فاهم غلط خالص، انا ما بتكلمش على رانيا، انا بتكلم على سناء. ايه ده، هي سناء كمان بتعمل معاك كده؟ لا 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 تقلقش يا استاذ عادل، انا هكلمها تخف عنها شويه. سناء تعمل معايا انا كده يا ابني؟ افهم بس كويس قوي، انا بيتي ممشيه على العاجين ما يلخبطهوش، مفيش واحده من الست ستات اللي عندي في البيت تقدر تتنفس، واخد بالك، تتنفس من غير ما تاخد اذني اصلا. انا بتكلم على علاقتك انت وسناء. انا عارف ان انا قاسي جدا شويه حبتين صغيرين كبار يمكن مع سناء، بس انا يعني هظبطها ان شاء الله، ما تقلقش عشان خاطر عيونك. فتحي فتحي فتحي، العبط لما بيزيد بيقلب لهبل على طول، عشان كده انا جاي اتكلم معاك بقى في حاجه تانية خالص. انا هجيب لك الخلاصه، هجيب من الاخر كله. انت يا فتحي لازم تبقى راجل. ايوه قدام سناء وفي قلبي ساكن حبها. يا ريت يا شو، يا ريت يا شو توصل لها ويحس بيا قلبها. خلاص صحي يا حبي يا حبي، خلاص يا فتح، يا فتح خلاص يا فتح. بحبها بحبها استاذ عادل، بحبها قوي، وكلمة بحبها دي كلمة لا يمكن تعبر خالص عن حبي ليها. انا بحبها، بحبها حب، بحبها حب، بحبها حب من الحب. انتوا ايه مش حاسين ان انا بحبها حب من الحب؟ بحبها خلاص خلاص، ما دام بتحبها يا اخي لدرجة الجنان اللي انت فيه ده، حسسها برجولتك. شوكها بدقني؟ شوكها بدقنا؟ هتستهبل وانت عندك دقنة اصلا؟ ايه ده، ما انا بحلقها كل يوم وما بتطلعش. خلاص اضربها بالجزمة. اضرب دقني بالجزمة؟ ما هي وشي يوجعني. فتحي فتحي روح يا فتحي، روح يا فتحي، انت مفيش فايده فيك، اتكل على الله. اتكل على روح فين؟ اتكل على الله، امشي يا فتحي، انا مش ناقصك بجد بجد. مش ناقصك. انا فهمتك، انا فهمتك، انا فهمتك، فهمتك. صح صح، انت عايزني اوري سناء الوش التاني. وانت عندك وش اولاني اصلا. اتكل على الله، اتكل على الله، امشي امشي، اخرج بره البازار. اخرج بازار؟ بازار ايه اللي اخرج منه انا؟ اخرج من هنا، اخرج من عندنا يعني. فين البازار اللي اخرج منه؟ هو ده اسمه بازار. يلا اتكل على الله يا فتحي. ايه ده البازار ده؟ انا كنت فاكره دكان. يلا يا فتحي، يلا يا فتحي، ما تخلينيش الغي رايي. يلا لا 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 يا حبيبي، اتكل على الله يا استاذ عادل. يلا يلا خلاص، حلوه البوسه. متشكر والله على كل اللي انت عملته معايا. يلا حاضر حاضر، خليك كله زي ما هو اهو. شاكرين يا استاذ عادل، اشكرك جدا والله. اللي رجعت تاني؟ كنت اجي اقعد معاك شويه، اسكت انت كده بس. لا وايه اللي قعدك معايا تكر على الله؟ العيال اللي ضربوني لسه واقفين بره. واقفين بره؟ ولا تعالى يالا، تعالوا هنا يالا. انتي مخبيه عليا حاجه؟ انا مخبيه عليكي حاجه؟ مش ممكن طبعا يا بنتي، ما الاكل عندك على الترابيزه كله مش مخبيه. يا رانيا يا بنت مجيده، ده انا لف 30 واحده زيك حوالين صباع رجلي الصغير. على فكره بقى انا مفيش 30 واحده مني، انا رانيا واحده بس في الدنيا كلها. في سر مخبيه عليا انا اطلاقا. طب عيني في عينك كده. يا سلام. ناسية انا استاذة علم نفس، يعني الحاجات دي افهمها عادي، وانتي مش محتاجة لا علم نفس ولا حتى ربع كتاب. بصراحة يعني انا مخبية عليكي حاجة بس ما مش هقدر اقولها لك. طب ايه رأيك تقولي على الحاجة ديت وتبقى سر بينا، يا اما يا اما اديكي قلم على وشك ينسيكي كل اللي فات من حياتك.
محسن تليك راح لعادل البازار وطلب منه ان هو يردك، بس عادل رفض. محسن؟ طب ايه رايك يبقى الموضوع ده سر بينا وما تقوليش لعادل انك قلتيلي؟ يا بنتي انت بتهرجي، انت بتهرجي بحياه ربنا بجد يا سناء. انا امينه الاسرار في البيت ده. ما انا عارفه انت اي حاجه بتسمعيها مش ممكن تقوليها ابدا لحد. يعني كده خزينه اسرار. السلام عليكم. ايه ده يا رهيب، مخبيه ايه عليا؟ انا مخبيه حاجه حاجه؟ انا مخبيه حاجه؟ حرام عليكم يا جماعه، حرام عليكم، مالكم كلكم النهارده بتقولوا ان انا مخبيه حاجه ليه؟ حرام عليكم يا جماعه، يبقى اكيد مخبيه حاجه. تعالي وريني، عيني في عينك، تعالي مخبيه ايه؟ اصل الصراحه يعني سناء عرفت ان طليقها محسن جالك البازار وانت رفضت ان انت تردها. ده لا يمكن ابدا يحصل. ليه يا طنط بس ليه؟ ما احنا عايزين نخلص من سناء فنجوزها اي حد وتفك عننا شويه. ده محسن ده ندل وجبان وواطي، ده ياما عمل فيها وبعدين اتجوز عليها. انا ما انساش وما رحت ازورهم قاعد يطفح وياكل وانا واقفه جعانه وما سالتش فيا. ده بيدفعها مواصلات وهي معاه، لا يمكن ابدا. ما تقلقيش يا ماما، سناء مش هتتجوز محسن طول ما انا عايش. بقى كده يا رانيا، خش انت بقى يا ماما ريحي في اوضتك بدل ما انت كنت نايمه انا على الكنبه. بقى كده يا رانيا، بقى كده تقولي لسناء. ماشي يا رانيا ماشي. عادل اقعد. عادل انت ما قلتليش ليه ان محسن جالك البازار؟ انا شايف البراد على البوتاجاز، هروح الحقه قبل ما يفور ويولع الدنيا. المطبخ من هنا مش من هنا. رانيا رانيا اروح انا بقى الحق الشاي فعلا قبل ما يبوظ. انت هتستعبط. نعم نعم خير. كل الخير. سناء بصي انا هتكلم معاكي بس بالذوق. انا اللي هتكلم معاك. كل انك قويني ببيتك ده ما يديلكش الحق انك تتدخل في حياتي وتمشي في الممنوع وتركن فيها بالطريقه دي. أقويكي في بيتي إيه يا سناء يا حبيبتي؟ أنت أختي. لا لا قويني وجميلة وأنا شايلها في رقبتي ومتشكرة جدا، لكن لما طليق يجيلك ويعوز يردني تاخد رأيي الأول مش ترد كده من دماغك. آه صح برضو لازم أخد رأيك فعلا. وما تعملش 10 رجالة عليا. آه 10 رجالة إيه ولا 100 راجل ينفع طبعا. ولا أنت ولا 100,000 راجل يقدروا يمشوا كلمتهم عليا. ولا بلد بكاملة يعني حد يقدر يمشي كلمته عليكي يعني. أنا وفتحي اتفقنا على كده على فكرة. فتحي؟ اللي جاب سيرة فتحي دلوقتي؟ أنت عملت أنت وفتحي النهاردة؟ مين قال فتحي؟ أنت دلوقتي قلت فتحي. لا أنا بقول بالنسبة لفتحي يعني كنت باصي عليك يا سناء. موضوع محسن، موضوع فتحي مالكش دعوة بالمواضيع دي خالص. حاضر تأمري بحاجة تانية؟ أتجوز فتحي أرجع لمحسن شيء ما يخصكش، وما تفكرش في مواضيعي وما تاخدش فيها أي قرار، فاهم؟ فاهم طبعا يعني، بس حضرتك يعني تجوزي فتحي ومحسن اتنين مع بعض يعني غلط طبعا يعني. شيء ما يخصكش، شيء ما ما تفتحش بقك في الموضوع دوت ولا تفكر فيه حتى جوه في دماغك حتى في سرك. وانا لو فكرت فيه في سر يعني هتعرف انت ازاي؟ هيبان على قفاك يا سعادل. طيب عايزة مني حاجة ولا خلاص ولا ايه؟ بالسلامة. ماشي مع السلامة. يا رانيا فين الشاي يا رانيا؟ لا انا راجل البيت اطلب الشاي الشاي يجي. ومع بدء موسم التزاوج لهذا الحيوان تتنافس الذكور على ارضاء الانثى بشتى الطرق، فتتناطح الذكور وتتعارك بدمويه. يلا خليهم يقطعوا بعض. تحبي اقول لك كنت فين يا نوجة؟ وتقولي لي ليه انا كنت فين؟ انا عارفه كويس انا كنت فين يا سوسو. تحبي اقول لك كنت بتعملي ايه يا نوجة؟ برضه انا عارفه يا سوسو انا كنت بعمل ايه. ويا ترى امك يا نوجة، ولا بلاش امك هي مش فارقه معاها، يا ترى جوز اختك يا نوجة كان عارف انك في حفله ميد نايت، حفله سينما مع راجل متجوز؟
لا يا سوسو يا حبيبتي، انا بصراحه كده ما اعتقدش خالص انه عنده فكره باي حاجه. يا ليله الادب، انا اللي اسمي مخطوبه بروح حفله من 6 لـ 9، انت داخله ميد نايت يا بكحه. ده انا حجر راسك هفضحك يا عادل. بس يا عادل. بس يا عادل. بس ابوس ايديكي بطلي بقى، ما تقوليش لحد. سيبك من ايديا وبوس رجليا. انت عايزه مني ايه؟ وكملكة النحل تقوم أنثى هذا الحيوان بتسخير أفراد من القطيع لخدمتها، في حين تستلقي على ظهرها في استرخاء في بركة من الوحل. هو في وحل أكتر من اللي احنا فيه ده؟ يلا نجرب. اعملي كوباية شاي سخنة عشان اللي اسمه فتحي ده قلبي نافوخي. يلا شهلي. استني وريني ايدك اللي بيها. لا 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 سناء، دي بتوجع قوي. اخص عليك يا نوجة، انا يا حبيبتي ازيكي، انا اضربك؟ ده انت زي اختي الصغيرة. المانيكير الجميل ده بتاع امك؟ ايوه. طب يلا يا حبيبتي انجري ادخلي اوضه مامتك، هتلاقيها مخبية ازازة المانيكير تحت المخدة، تجيبها لي عشان عايزة احط منها. وبعد كده تنجري تمسحي المانيكير من ايدك عشان ما بحبش حد يحط نفس اللون اللي انا حطاه. حاضر. شهلي. الو محسن، احنا مش قلنا ما تتصلش هنا تاني؟ انت غتيت قوي كده ليه؟ استنى استنى استنى. قد يباغت احد ذكور هذا الحيوان الانثى بالاقتراب المفاجئ، وبطبيعه الحال تنبئ محاولاته بالفشل في بدايه الامر. لكن في دنيا الحيوان البقاء للاقوى.